مرحلة التاريخ بالنسبة للصحف المصرية انتهت بالنسبة على مدار الأسبوع الماضي، كان ممكن نقول البطولة التاسعة وكذا وكذا وعدد مرات الفوز على الأندية المغربية هناك وشوية إحصائيات كده بتبقى نوع من أنواع يعني التحابيش اللي بيقولوا عليها تحابيش تاريخية. لكن احنا النهاردة دخلنا في النواحي الفنية، بننقل تصريحات الأول الجهاز الفني الأهلي المؤتمر الصحفي اللي عقد مساء الجمعة. بالتأكيد الحاجات دي كلها بتدي ثقة أولا للجماهير، بتدي ثقة للاعبين، بتدي ثقة للرأي العام إن إحنا ممكن، لأن إحنا محتاجين كل دقيقة تمر علينا نكون عندنا ثقة في أنفسنا وثقة في لاعبتنا وثقة في فريقنا حتى في ظل أصعب الظروف. فأعتقد إن الصحافة المصرية كلها النهاردة بتكلم عن التشكيل اللي هيبقى فيه اللي هيبقى عليه الأهلي والنواحي الفنية، الغيابات اللي بتضرب الفريق وهيتم تعويضها ازاي، يعني نوع من انواع التحليل نقرب الصوره شويه للقارئ ونحاول نطمنه قبل ما يشوف المباراه قبل منتصف الليل بساعتين، فتره طويله جدا، فيكون كل الجميع ارغ الجرايد واستعد نفسيا وبقى جاهز ان هو يتفرج على المباراه. بالطبع كاس العالم ووصول منتخب مصر بأثر كثيرا على التناول الصحافة المصرية على أساس أن المصريين واخدين دفعة قوية بعد غياب سنوات طويلة في المشاركة في كأس العالم، وهذا الأمر برضك منعكس على الصحافة المغربية اللي عندها ماتش مهم جدا مع كوت ديفوار ولسه يعني موقفها معلق، فبتحاول في مباراة الأهلي أنها الوداد يكسب على أساس يبقى في دفعة قوية على الوداد في على منتخب المغرب أمام كوت ديفوار. ولكن عدم اختيار وليد أزارو للمنتخب المغربي ترك يعني آثار سلبية على اللاعب، واعتقد ان هو هيسعى جاهدا ان هو يثبت نفسه في هذه المباراه لانه يعني كل لاعب بيلعب بالاسم الفانيلا اللي بيلعبه. اعتقد ان المغرب استعد بقوه لهذه المباراه، الرئيس الاتحاد المغربي بالامس اجتمع بفريق الوداد جهله بخصوص من الرباط، الامن بيعد تجهيزات قويه للمباراه، 5000 رجل شرطي بيراقب المباراه، لأول مرة في تاريخ المغرب أن التذاكر تنفذ فور فتح باب البتاع، يعني استاد هيملأ 62 ألف متفرج. كان في أقاويل أن الملك المغرب هيحضر ولكن الاتحاد المغربي نفى هذا الكلام. أنا شايف أن احنا الصحافة المصرية سواء مقروءة أو إلكترونية أو إعلام مشاهد أو مسموع بنقدم وجبة دسمة للغاية لحسين عموتة المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي بكم المعلومات الغزيرة اللي بنديها لأي مدير فني، وبتخيل ان عموتة يعني عايزين يعني نبطل نغمة شوية ايه ده قدام الصفاقسي عملنا ايه قدام الترجي عملنا ايه، لان عموتة انا حاسس ان هو ماسك كأب ماسك فرقة الوداد وبيطعمه مرة ضد شاي الأطفال ضد الحصبة ضد مش عارف ايه، فهو طعمه ضد تجربة الترجي، طعمه ضد تجربة الصفاقسي، طعمه ضد تجربة النجم الساحلي. التطعيمات الكتيرة دي خلقت له يعني من غير ما هو يتعب قدامه السيناريوهات المختلفة، فهو لو ما تعلمش منها يبقى رجل فاشل، وهو أثبت في برج العرب ان هو بيعرف يقرا كويس وقدر ان هو يقفل تحصينات دفاعيه شديده للغايه. في الاول والاخر دي مباراه كره قدم ضمن مباريات كثيره كل موسم في البطوله الافريقيه، مباراه لها اهميه كبيره جدا للفريقين، لان اللي هيحسم ويفوز في هذه المباراه وبهدف واحد على الاقل هيفوز بدوري ببطولة الدوري أو كأس دوري الأبطال الأفريقي. طبعا دوري الأبطال الأفريقي ده له أهمية قصوى عند الفرق الأفريقية. أنا شايف إن الماتش بتحيطه بعض الصعوبات بالنسبة للفريقين. الجماهير المغربية يقال إنها يعني حصلت اشتراكات عشان التذاكر والتذاكر انتهت أو خلصت بدري. الأهلي معودنا دايما ان هو في المواقف الصعبة وخارج الأرض بيقدم مباراة قوية وبيحرز نتائج جيدة. شايف ان الأهلي عنده روح وإصرار عزيمة، وكانت رسالة من الجماهير اول امبارح
لما راحت اعداد غفيره جدا. دي كانت رساله من الجماهير ان احنا وراء الفريق وان الفريق اكيد استوعب هذه الرساله. والله طبعا بص هي المباراه صعبه ما ننكرش انها صعبه لكن انا شايف لو حصل ان ربنا كرمنا وجبنا جون في اول ربع ساعه انا ان شاء الله اضمن بشكل كبير ان احنا نكسب لان الجمهور هيبقى عامل صعب جدا على الوداد مش على مصر على الوداد او مش على الاهلي هيبقى عامل جامد جدا على الوداد لان انت عندك هو لو جه جون لخبطت له انت كل الدنيا عنده تماما يعني وبعدين قعدت للمباراه للصفر فهو طبعا هيحاول يضغط جامد هيفتح خطوطه فده ممكن تخطف كمان جون واثنين يعني مع السرعه الرهيبه والتميز بتاع ازارو بس ربنا يفك ان شاء الله يبقى ربنا موفقه المره دي يعني فشايف ان شاء الله ربع ساعه الاولانيه دي ان شاء الله انا شايف ان هي ممكن تخلص الدنيا يعني لو جبنا جون